ومعانا سؤال بيقول: السلام عليكم يا شيخ عمرو، أنا متزوجة وزوجي مش بيشتغل، كان بيشتغل وقعد مرة واحدة ومش راضي ينزل يشتغل تاني ولا بيجيب أكل ولا شرب، وأنا راضية ومستحملة وبقول بكرة هيشتغل وأكلمه وأقول له انزل اشتغل، مش راضي بعدها بكل حاجتي ورضيت، ومعايا بنت مش عارفة أعلمها وأهلي عايزيني أتطلق وأنا مش راضية وبقول بكرة يتعدل حاله، وكل ما أكلمه يقول لي ماشي وأنا تعبت من كتر المحاولات ومش عايزة أفتري ونفسيتي تعبت، أعمل إيه؟ لو أنا سبته واتطلقت زي ما أهلي بيقولوا يبقى كده افتريت عليه؟ السؤال دوت بالنسبة لي سؤال موجع شوية. ليه سؤال موجع؟ لأنه في الحقيقة بيحسسنا إن إحنا كنا قصرنا شويتين تلاتة في تربية الرجالة في إن هم يعرفوا يعني إيه استوصوا بالنساء خيرا، وإن إحنا محتاجين نراجع مفهوم الرجولة، عشان مفهوم الرجولة دوت هو اللي بيخلي الناس ما تأذيش الناس كل الأذية اللي أنا شايفها دي. يعني إيه؟ أنا موافق إن في حد يتعرض لأزمة، بس لما يتعرض لأزمة يروح يتعالج عشان هو مسؤول. هتعمل إيه أيها الزوج وأنت قاعد في البيت كده لا بتعمل شغلة ولا مشغلة زي ما بيقولوا؟ هتعمل إيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيقول لك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي؟ الرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. أنت هتعمل إيه؟ هتعمل إيه وأنت بتضيع رعيتك؟ هتعمل إيه وأنت واقع في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لك إن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول؟ هتعمل إيه؟ هتعمل إيه وأنت كل أنة وكل حزن وكل وجع بيقع في قلوب أولادك أنت هتسأل عنه يوم القيامة؟ هتعمل ايه وانت بتدمر نفسية اولادك وبتتحاسب عن كل وجع بيحصل لهم وكل تشوه نفسي موجود في قلبهم؟ هتعمل ايه في امرأة انت بتضيعها وبتعرضها للفتنة وبتعرضها للمحن وبتعرضها للشدائد، بدل ما انت كنت سبب ان انت تخفف عنها وتكون سند ليها، وفعلا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم امرك بان تستوصي بها خيرا، وده كله ليه؟ لان حضرتك مش قادر تسلب طولك وتقوم تحمل مسؤوليتك وتصرف على البيت. طب وده يعمل ايه؟ هيخلي البيت كله بيضيع، ويخلي البيت كله مقاسي، وهيخلي كل البيت وجع وألم وضيق وحرج، وانت فاهم ان انت كده ما فيش في ايدك حاجة. لا، انت في ايدك حاجات كتير. لو انت قاعد من الشغل ان انت مش لاقي شغل مناسب، كل الشغل مناسب مدام الشغل في شيء حلال. اذا كنت انت قاعد لأن أنت مش لاقي حد يقدرك، فأنت ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سيكافئك على حسن العمل، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فأنت عايز إيه؟ إيه اللي مقعدك في البيت؟ إيه اللي مقعدك في البيت؟ هي بتسألني، ممكن تجي تسألني تقول لها أنا بقول لك يا مولانا بسألك عشان ما نخرجش عن السؤال. أنا بسألك، هو أنا لو طلبت منه الطلاق أبقى أنا افتريت عليه؟ يا بنتي احنا عندنا حاجة أهم من كده، احنا مش مسألتنا ان انت تفتري عليه ولا لأ، احنا مسألتنا ان هو ينصلح، عشان مش بس المسألة هي مسألة ان هو يجيب لقمة عيش، ولا بس مسألة نفسية الأولاد ونفسية البيت اللي بتتدمر ده. لكن انت بتسأليني لو انا اتطلقت بعد كل اللي هو بيعمله ده هيبقى ايه ده؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يا بنتي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بس انا عمري ما بقول لاي حد روح اتطلق قبل ما بيكون ما بنعمل كل الاجراءات، قبل ما تيجوا انتوا الاثنين ونتكلم في الاصلاح. لكن انت لازم يبقى في وقفه حاسمه، انت واضح ان انت لازم تقفي وقفه حاسمه، تفوقه وتسمعيه الكلام اللي احنا قلناه دوت عشان يفوق عشان ما يدمرش ثلاث بنات ويدمر امهم كمان، وهو حاسس ان هو ما بيعملش حاجه ولا هو اذى حد. لا، انت مؤذي يا استاذ، انت بتؤذي اولادك، انت بتدمرهم. والله سبحانه وتعالى، انت على فكره مش لازم عشان واحد يقتل واحد بس ان هو يذبحه، لكن يكفي ان هو يسود الدنيا في عينيه. اتقي الله في نفسك، واتقي الله في اولادك، واتقي الله في زوجتك، دو امانه ربنا اودعهم عندك، فاتقي الله وحافظ عليهم وارجع
واحميهم من كل الفتن اللي انت بتعرضهم ليها. وخلي بالك لو انت رجعت وحاولت تكتسب انت من الابطال، لان هذا شعار الرجال ان هم يكتسبوا الكسب الحلال ويسعوا على العيال. ربنا يوفقك وتفوق من كبوتك دي، لان الكبوة دي لو فضلت مش هتدمرك انت بس، هتدمرك وهتدمر اولادك كمان. يا رب الهم له ورشده يا رب، وخليه في عافية وفي مددك يا رب العالمين. يا رب احنا اتكلمنا النهاردة عن البيئة، والبيئة حياة، والبيئة دي نعمة من مولانا. اوعوا نقع في كفر النعمة دي، اوعوا نقع في ان احنا ما نصونش نعمة ربنا سبحانه وتعالى، ولا ان احنا نكون نعبد الله سبحانه وتعالى بحق بأن نطهر هذه الأرض اللي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الأرض والبيئة دي مسجد، والمسجد ده لابد ان هو يصان ولا يلوث، ودائما يكون مليء بالطهارة. بل نحن إذا دخلنا على هذا المسجد لابد أن نكون عندنا زينة، نتزين لندخل على جمال الله. تعالوا ننفي قبحنا ونملى نفسنا بالجمال، بأن احنا نجمل هذه البيئة ونحافظ عليها، مش بس نحافظ على البقية الباقية منها، لا نستثمرها وننميها، لأن في نماء البيئة دليل على أن الإنسانية ما زالت تدب فينا، ودليل على أننا نشكر نعمة مولانا. ألهمنا يا مولانا أن نشكر نعمتك ونستثمر وننمي حياتنا ونحافظ على البيئة وننميها، حتى نكون عبادا صالحين نقدر نعمة رب العالمين. يا كريم يا ودود، اجعلنا من الصالحين الراشدين يا رب العالمين.